أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أو مناضلين تنسيقية الوطني القدماء الجيش الوطني الشعبي بجميع الفئات، السلام عليكم. عندنا الفيديو هذا إن شاء الله يكون واضح. قلنا الفيديو هذا صريح ونتكلموا بكل شفافية مع بالصفة اللي عندنا تاع منسق وطني. الله لا يجعلنا باش نكونوا حنا سبب في التسويه هذه، ولا نخبيو حاجه، ولا نهضروا حاجه، ولا دينا حاجه، ولا حاكمين علينا حاجه. انا نتكلموا هنا وان شاء الله تفهموا وتوزعوا لنا هذا الفيديو وديروا له البارطاج للمناضلين حتى للسلطات المعنيه على ملف مشطوبين الجيش الوطني الشعبي. بون الكلام تاعي الاول بصفتي منسق وطني، العشية إن شاء الله نطلقوا ننشر القوائم الإسمية للمنسقين الولائيين، قوائم الإسمية للمنسقين الولائيين والجهويين، ونمضي عليهم ونحط البصمة عليهم ونحط الاسم واللقب ورقم الهاتف. المنسقين أنا ما هدرتش معاهم، ولكن الفيديو هذا يوصلهم وتوصلوه لهم المنسقين الولائيين ما هدرتش معاهم أو الجهويين. المناضلين ورسالة أخرى للسلطات المعنية ملف مشطوبي الجيش الوطني الشعبي للإحالة على التسوية المسؤولين على هذه القضية. قلت ديروا تليجان باش ما يديرولناش السينيال هذا. قلت في الفيديو السابق انه رحنا للجزائر ورحنا لجنه الدفاع ورحنا لوسيط الجمهوريه وما رحناش لدالي ابراهيم على المسيره اللي صارت في العاصمه بالدعم لفلسطين. جينا روحنا وقلت باللي يوم 6 و7 و8 ان شاء الله نكونوا في العاصمه. باش نكونوا في العاصمه المنسقين الولائيين على المستوى الوطني المنسقين الجهويين يعني معنيين بالحضور هذا في دار ابراهيم، المنسقين الولائيين والمنسقين الجهويين يجيو لدار ابراهيم كي تحضروا. حنا راحين نتكلموا باسم الفئه، مش كل واحد يدخل وحده ويقول له انت عندك وانت ما عندكش. هذيك التصرف اللي داروه من قبل وداروا صافي لونتو، كل واحد يهضروا معاه على مقاسه. حنا نهضروا كفئه، نهضروا على الفئه كامله، على جميع، حنا نهضروا على جميع الفئات باللي تريقل وتسوى وما عندوش المنحه تاع الزوجه والولاد نهضروا عليه، اللي عنده غير لانفاليد ودا منحه الصرف نهضروا عليه، اللي بتحقيق سلبي نهضروا عليه، والتاديبي نهضروا عليه، والملف ونهايه العقد نهضروا عليه، والملف المدني نهضروا عليه، والعسكري نهضروا عليه، ونهضروا على جميع الفئات الثمانية. ولازم يجاوبونا، حنا نقعدوا الحد والاثنين والثلاثة، جاوبونا ومش يجاوبونا يجاوبونا بواحد يكون مسؤول تم، يجاوبنا كيف ماشي العملية هذه والإسراع تاعها وراح الخلل وراح المشكل وعلاه قعدنا حنا الوقت هذا، يجاوبونا بشفافية. اللهم بارك، حنا راح نديروا الانصراف تاعنا تما ونروحوا ونوضحوا واش قلنا. ما استقبلوناش تما وقال لك اللي سواك ولا اللي وعدك هو اللي تهضر معاه، انا ما نروحش من تمام العاصمه، راني يعني نحول ديريكتومون رئاسه الجمهوريه وراني نهضر هنا فيها في الفيديو، راني يعني نهضر فيها هنا في الفيديو. كاين هادو المديرين المركزيين ماهمش تابعين لقياده الاركان، هاد المديرين المركزيين تابعين ديريكتومون وزير الدفاع، وزير الدفاع الوسيط بيناتهم هو الامين العام. ما استقبلوناش وجات القوات وجات فوق مكافحة الشغب شرطة ودرك، غير ما كان لا يتعاملوا معنا بطريقة خلاف، هما ما يسمعوا فيها في الفيديو هذا، وعلى بالهم مش راني نهضر. هاد السلطات الأمنية اللي تجي لتما وتجيب البوكلي وتبدا ومن بعد يقول لك السيد ما كانش وجيتو في وقت مش مليح وفي وقت رينيو والقيادة ما كانش واستقبلك لا جودان ويهضر معك هذاك ودخلوا بالواحد وكل واحد يهضر على روحه، هذه ما كانش. حنا نهضروا كفئة مع المسؤول في دار إبراهيم، على اللي ليست تأديبي وين، اللي سلك اللي ما سلكش، فهمونا بكل شفافية على القضية تاعنا.
اللهم بارك. روحنا ما كانش وما حبوش يستقبلونا تم، حول للرئاسة ديريكت. ودرك السلطات يتفرج، فتحوا لنا الباب كما يقولوا الباب محلول، حنا وين نجيو ونهضروا؟ ما كانش كاينه سلطه على دال ابراهيم واللي هي رئاسه الجمهوريه وزير الدفاع والامين العام. حنا نهضروا مع ما نهضر لنا مع قياده الدرك، ما نهضر مع لا سيكيريتي، ما نهضر مع الجدارميه، ما نهضر مع لابوليس. كاين وزير الدفاع اللي هو رئيس، هما ثاني جاوبونا على القضيه تاعنا هذه. كيف حنا ما جيناش نشكيو وما جيناش نبكيو وما جيناش نقولوا جيعانين، حنا نحوسوا على كرامتنا بلا ما ندخلوا في الديتاي تاع حالنا، احوالنا الشخصيه، احوالنا ومعيشتنا. الشكوى الربي، الشكوى الربي. انا ما راهينش نشكيو على كراشينا جيعانين ولا صرنا ولا جرنا، الشكوى قلنا الربي. حنا نروحوا نهضروا على كرامتنا، حقنا اللي تفاهمنا فيه والشيء اللي خدمناه في الدوله رايحين نديوه قص قرمط بلا خلفيات لا وطنيه لا تحريض لا والو. كاين ناس بزاف من وكاين اللي اولها حتى في الفيديو تاعي، وكاين بعض الاجهزه، بعض الاجهزه اللي نقول لهم انا ربي يهديكم اسمعوا لي واش راني نقول بالباوت، واحد ما يزيد واحد ما يقول ها او قلنا لكم شامخه ومحرض، او قلنا لكم هو يبان لكم برك، او قلنا لكم اللي مخبيه واللي يهضروا ماشي كيف كيف، او قلنا لكم او قلنا لكم. راهو مشطوب منه من المشطوبين، وشامخ ما عنده حتى مشكل مع الدوله وما عنده حتى حاجه داها من الدوله، ولا تزكى ولا تكرم ولا سلك ولا دا حقه ولا باع ولا شرى. انا ما عندي والو، انا نهضر معك من المناضلين، انا نهضر مع المناضل. ما تسمعوش للناس اللي قاعده تهضر ويدير عليا فيديو ويقول شامخ فيه، واحد يقول له ما على بالكش، واحد يقول لك خبات تسويه، واحد يقول لك ما صارحكمش، واحد انا ما الشيء اللي ماشي وماشي اللي ماشي صارحك ولا صاحب سلطه وصاحب قرار باش نعطيك انا التسويه نمدلك. اللي تسوى ثاني انا سلكتو، انا اللي مكاشيلو، انا اللي فرسيت له، يعني كيفي كيف المشطوب هذاك. كاين لي 2009 تريكل، وكاين لي 2010 تريكل، وكاين لي 92 تريكل، وكاين ملف مدني تريكل، وكاين عسكري تريكل، وكاين اللي خادم 14 سنه، كاين اللي خادم حتى 14 سنه و10 شهور، شهرين ما عاونتوش فيه من الدوله ولا الوزاره هذه، عطاولو التقاعد وما سلكش. وكاين اللي دخل في 2009 وسلك، وكاين اللي عنده 6 شهور وعام في الجيش وخدم ملف مدني ملف عسكري وتريكل. وانتم تعرفوها بالكبيره بالصغيره، ما كاين لا ندخل في الديتاي هذا بما كلاش في الفيسبوك مخلصين في بعضنا بالهضره ونسينا القضيه، وهذا يخون هذا وهذا يهضر هذا، وخلصنا في بعضنا بوريان. لا مستوى لا حقوق، لا بقات الهيكله هذه، لا بقات التنسيقيه هذه، لا بقاو الحقوق، وبقات الدنيا تفرج يقول لهم شاشه مخلصوا في بعضهم والله ما زاد خرج واحد. ديروا لنا لي جامع الفيديو هذا السينيال لهذا. حنا قلنا الوجه اللي نهضروا به نقابلوا به، الوجه اللي نهضروا به نقابلوا به، والخوف من ربي، الخوف من ربي سبحانه. ما انا خيان، ما انا سراق، ما انا عصابه، ما انا نبيع ونشري وما والو. انا نهضر مع المناضلين اليد في اليد، تسمعوا لينا واش راني نهضر. اللي يجي يقول فلان وفلان وفلان، انا ما يقيسني حتى واحد، روح تسمي فلان وفلان ويدافع على روحه. مي كهيكل كتنسيقيه ما تقصروش منها، ما تقصروش منها، ما تنساوش الجميل تاعها وتاع الناس اللي تعبت فيها وكفاه مشى النضال وكفاه درنا. كاينه ناس نتوما تعلم، كاينه ناس عسكريون سابقون من كبار الجرحى وتعرفوهم، مرهوني وعمار حسيني البيري، واحد طاير رجله، واحد الكلوه ما كانش وكذا، وهم في الحبس تسمى داو داو كما قالت الدوله، داو حقهم وما يشوفوا فيه مش حقهم، هما يشوفوا فيه مش حقهم، خرجوا راهم في الحبس. هذا يسلك هو وعندهم التامين وعندهم بطاقه العطب وقال لك مش حقنا، فما بالك حنا اللي ما كانش المدخول زيرو، كارتا ما كانش، تامين ما كانش، السبيطار ما دخلش ليه، كذا كذا. حنا حتى ساكتين، حنا سكتنا، ما كاين لا يوم وطني لا دخول اجتماعي لا وضع لا والو. حنا نجيو نطلعوا للجزائر وان شاء الله يستقبلونا ويوضحوا لنا بما كان له، ترجع السلطات تما تعتقل وتفهمنا فهمها خلاف، والناس قاعده في بير وخلف الستار من هي ما تخدمش خدمتها وما تسهلش علينا الامور، وقوات مكافحه الشغب تجي تعتقل في الناس وتعمر في الحباسات، وانتو قوات الامن على بالهم باللي هاد الفئه راه يطلب في حقها ويعرفوا شامخ وزيد وبوزيد، الناس كامل يعرفونا
بالديتاي بالولائي بالبلدي بالمطالب تاعنا يعرفوها. قال له قلنا السلطات الأمنية على المستوى الوطني وكامل تعلم بالقيادة تاعها من سلاح الدرك من المخابرات من الشرطة يعرفوا المطالب تاع المشطوبين، وعلى بالهم باللي طالت وهما اللي قاعدين يخدموا معانا ويتبعوا فينا في الكبيرة والصغيرة، وهما كارهين، هما بعدا كارهين هذا الملف وين راح الخلل تاعو وعلاه طول. حنا داخلين في العام الرابع، حنا في العام الرابع فيها التسوية نحيو علينا الضبابية. قالوا شكون يديه وشكون ما يديش. تفاهمنا 92 2011 اللي فات في الخبرة أعطيه، اللي عنده ملف مدني وضعيف قال صحوا عاود جيبوا ولا نسبوا ولا عدلوا في القانون تاع الصحة العسكرية وعطيه لانفاليد. وحنا مروحين، وحنا مروحين. هاد المشطوبين الجيش الوطني الشعبي قبل ما يكونوا عسكريون سابقون راهم مواطنين جزائريين، نقصروش منها ولا نقصوا منها. راهي الناس اللي تخدم في الدولة من المعلمين للأساتذة الأطباء الأساتذة جامعيين المديرين، شوفوا غير في الزيادات اللي 10 ولا زادوا له 5 واللي 4 زادوا له 2 والآخر الناس قاعدة غير زيد. وحنا واحد دينار مازال ما كانش، حنا واحد دينار مازال ما كانش. وانتم كم تشوفوا، وقلت أنا بليزير فوا خليوا الهضرة 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 اللي كتهضروها في الفيديوهات والتعليقات خليوها، النضال مازال طويل باش نجيبوا حقنا، أو مازال لازمها حينكة ولازمو صبر ولازمو كاريزما ولازمو فيكتيف ولازم ولازم يكون واحد مي لا حياة لي من تنادي. أنا نقول خلي باش كي نحتاجو بعضنا نلقاو بعضنا، خلي با موايا كي لقاوها الباب مغلوقة ولا غير كي نروحو في بعضنا قال هاو الفيكتيف اللي كتقولو ما تريقلش، هاو خرج، هاو داو الفيكتيف اللي ما تريقلش، لو كان تريقل ما يخرجش. لهذا أنا السلطات الأمنية اللي تسمع هنا، حنا طالعين لدالي إبراهيم ما من أجل الفوضى، ما من أجل التشويش، ما من أجل التحريض، ما من أجل السب والتخوين في السلطات والسلطات العليا، ولا حنا رايحين نشوفوا ما محلنا من الإعراف في التسوية هذه وين عاد لمدة ربع سنوات. حنا داخلين في الربع سنوات، أعطيونا كرامتنا وحقنا وحنا مروحين. أنتم ما كنتسمعوا واش راني نهضر، ما جينا نكسروا، ما جينا وتحضروا تما وتسمعوا بالباو حتى وتحضروا حتى في الرينيو معنا كون ندخلوا تسمعوا. لهذا انا باش نزيد الروح ونطلع وحدي للعاصمه ومن باب الباب شي نلقاه شي ما نلقاه شي يقول لك تاجل شي المدير ما كانش الوقت مش مناسب شي، انا ما زيدش نجي، انا كي نجي ما نجيش. جيت وعيطوا لي وحدي والله درتوا لنا الاستقبال هذا ودرتوا لنا الموعد كون انا وجيت وش زوج ثلاثه، انا كي نقول لكم نهضر المناضلين ويسمعوا نهضر. مادام الاستقبال ما كانش، تخصوا لنا ناس هكذا يهضروا معنا ما كانش، التسويه مبهمه، انا ما نتحملش المسؤوليه. انتم كممثلين على الدوله، كممثلين على الدوله وعلى راس هذه الدوله وهذو ولاد الدوله وانا واحد منهم، فهمونا بالتي هي احسن. قالها كيفاه كيفاه لا بروسيدير تمشي، ها وين عندنا وين عندنا، ورانا ماشيين وان شاء الله تريقل وكذا. اللهم بارك، نحز شوي زرها في الدنيا وفي الآخرة ونتتهم ونتخون ويسرى لي ويسرى. أنا نجي ونشوف، نحب حتى ما ندخلش نديزيني حتى اللي يدخلوا، حتى اللي يدخلوا ويهضروا باه ما نتحملش المسؤولية. أنا هذه نتوما كمسؤولين في الدولة ديروا لنا لي جمع الفيديو هذا وخلص. الفيديو هذا أو عليه غير السينيال، نتوما هنا اللي نشوف هنا في 297 يتفرج والسينيال ويخبط الفيديو يتكبه. إذا كان هادو ما نقدروش نديرو الفيديو وما تقدروش ديرو حتى لي جيم ولي بارطاج، سي با لا بين، سي با لا بين. الجيم ما تقدرش ديرو، سي ما كاين لا سمان الفيديو ماشي تكوبا. قلت المناضلين المنسقين الولائيين، أنا باش نروح وحدي ونزيد نجي نهضر وكل واحد واش يفهم فهمه، كي تجي تحضر وتسمع خير، وكي تجي ما تهضرش على روحك، اهضر على ولايتك والمشاكل اللي في ولايتك ولا ريجيو اللي راك فيها انت. واش كيقولوا لك المناضلين؟ واللي حنا
الكلام تاعي واضح بدون تكلم على الفئات. انا قصير المده ما فتش، واحد يقول لي انا تاديبي ما فتش، واحد نفس الخبره وما في ما عيطوليش، واحد ما خلصونيش، واحد قصير المده، واحد ملف مدني، واحد عسكري وندخلوا. حنا نهضروا كفئه، نهضروا على الفئه كامله. واحد ما يقول لي انا وين انا عندي قبل الحوار كاين الملف المدني كاين العسكري كامل، كنا مشطوبين بصفر اليدين كيما رانا. ماشي كي عندك ملف مدني مليح ولا ملف عسكري تطاول على الناس وتقول انا مليح وانا مش مليح وهذاك فيه وهذاك ما فيه. حنا نهضروا على الفئه كامل، اللي عجبته هضرتي، عجبته واللي ما عجبتوش قلت يروح يدير هيكل، واللي حاكم على شام حاجه ينشرها وما يستنانيش، اللي حاكم ينشر ما يستناش، اللي حاكم ينشر. الدفاع بشراسة على الفئة، اليد في اليد. اللي كيقول التنسيقية زالت اي مازالتش التنسيقية وي ما تبركاش التنسيقية، حقها ما داتوش. علاه تزول التنسيقية وعلاه تروح التنسيقية وعلاه نحكمو ديارنا وحنا ما ديناش؟ شو درنا هنا ولا واش رانا نديرو حتى نحشمو؟ حنا واش دينا حتى نحشمو؟ واش اللي رانا نديرو حتى نحشمو؟ حنا نطالبو بالحقوق تاعنا كرامتنا من عند الدولة وعند المؤسسة اللي كنا فيها. حنا نضاف وشرفاء وكنا في مؤسسة عسكرية، خدمنا نحوسوا على المطالب تاعنا، نحوسوا على المطالب تاعنا والحقوق تاعنا نديوها. قف انتهى بدون كلام زايد بدون تجريح اللي يقيس في الفئة هذه. والله يدير حنا ما رانا نسرقوا، ما رانا نقطع طرق، ما رانا مرتزقة، ما رانا. حنا عندنا حقنا نديوه ونعيشوا مننا من المواطنين الجزائريين في الدولة تاعنا هنا، وما كان حتى دولة بخلاف الدولة اللي نطالبوا منها الحقوق إلا هذه. توعدنا بالتسوية نديوه. هذا واش راح نقول لكم، الفيديوهات قلت أنا حبسوا حبسوا با مويا، أو يجي النهار اللي أنا نحبس وحدي أنا اللي وتولي تقولوا وين هو يجي نهضروا والله يلمها. كاين ناس يدير ويتقول وتزيد تنوض في ناس، في ناس يرقدوا يرقدوا ويجي ويزيد يقولوا اسمع ولازم نديروا ونديروا. شامخة ما صارحش في التسوية، شامخة ويكذب، شامخة ومريقل، شامخة وعاد يخاف من الحبس وعادي ما كنخاف انا حتى من واحد وماني مريقل ما حتى شي. والناس اللي في الحبس اللي هم يسلكوا كجرحى وكمتقاعدين ماهمش خير مني انا لما خير هما في الحبس على حقهم، واللي داخل الحبس على حقه، اللي داخل الحبس على حقه. انا عندي وراجل بالراجل ماهمش داخلين كخيان وكخونه، داروا داروا داخلين على حقهم في الحبس. وانت سميني كيما تحب. عندي رساله اخرى للسلطات العليا على رسم وزير الدفاع القائد على القوات المسلحه، قياده الاركان، السلطات الامنيه والعسكر الامنيه، شرطه ودرك. هنا رانا طالعين للعاصمه للمنسق الوطني والمنسقين البدائيين، رايحين لدار ابراهيم يوم 6 و7 و8، 6 و7 و8. واكم تحضروا استقبلونا وفهمونا كيفاه نديو حقوقنا هادو. اللهم بارك. حنا مروحين ما كانش كاينه سلطه اكثر على دار ابراهيم، بما كان لا ندخموا ليبيا يركب اليوم جايين وسمعنا راه يديروا وغلق 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 وتنوض ضجه باطل. دار ابراهيم راه يستقبل في النهار 100 ولا 145 واحد، راح تحضرنا ندخلوا نهضروا ساعه ولا ساعتين وفروا لنا ما يمكن وتوفيروه. واللي قاعد يستقبل تما غير يستقبلنا يستنانا، ما كان لا يقول لك وريني وخرج ونبقاو حنا تما وتبقى وتولي لي فيديو. واحد يحرق روحه، واحد يدير فيديو ما عرفوش يقول، واحد واحد ولا زوج في دار ابراهيم ما يستقبلوناش، وحنا كي ما يستقبلوناش نروحوا نسبوا في الدوله. واحد حطتو الدوله يخدم ولا زوج ما يستقبلوناش، وكيما يستقبلوش حنا نسميوها الدوله ونسبوا الدوله كيما راها باللي فيها وفيها. لا، كل واحد عنده مسؤوليته. راهي لدار ابراهيم يستقبلنا تاع دار ابراهيم، يفهمنا على الوضعيه تاع التاديبي اللي ليست وين هما، السلبي اللي فات الخبره لا ما داش، اللي دا زيرو، اللي سلك اللي ما سلكش.
فهمونا بيان ديطاي وحنا خارجين وتحضروا وتسمعوا شرا الناظر بلا ما واحد ولا زوج ما يستقبلوناش ومن بعد تولي الناس تتهضر وتقول شوف الدوله شوف الدوله وتتقاس يتقاس بالمليح بالفايح وتولي تقول له شوف هام ديك تهجموا عليها وهام ولاد الدوله تهجموا عليها يا دير هم اعتقلها مزهم حطهم في الحبس وقلنا احنا الحبس هذا وما وش حل والقمع ما وش حل هنا جيل دال ابراهيم التسمية المؤسسة هذه اللي تبع المؤسسة فهموا بيسك تما لي ليست تما التحقيقات تما يبطوا لي ليست للنواحي تما كل شيء تروح لاريجي ويقول لك حنا كي جينا من دال ابراهيم التعليمات نهضروا حنا راح نشوف هذا كي داير في التعليمات فاهم دايرين يفهمنا وحنا مروحين بلا حس بلا عياط بلا والو ونورمون الفيديو هذا ما نديروش بيسك حنا ثاني سنينا الاستقبال توعدنا بالاستقبال توعدنا باللقاءات توعدنا احنا سكتنا ودرنا احترمنا وقلنا بالعقل والوضع مش مليح وهذه سبقت هذه وهذه بجل على هذه وهذه وعرفنا كيف نتحكموا في الناس وعرفنا كيف نهضروا مي الضر هذا رجع علينا بزاف الضر هذا رجع علينا احنا بزاف احنا ماناش نشكيو ونشكيو بالمرض ونشكيو بالمطالب ونشكيو بشو المشاكل اللي سمايا احنا نشكيو على حقنا وكرامتنا كاين ما كانش من الاخر كاين ما كانش حنا نبدلوا طريقه النضال تاعنا ولا اللهجه ولا نروحوا ولا الله يسهل المهم نفهموا الحكومه هذه ولا الدوله هذه وعدتنا باش ما نزيدوا على واحد ما نهضروا على واحد ما نسميوا الاشخاص ما نقيسوا الدوله ما نقيسوا الاطارات تاعها ما نقيسوا حتى واحد كثر خير اللي عاوننا وكثر خير اللي يقف معنا بالستيلو كتب وبالكلام هضر ووصل الرساله واللي وعدنا واللي عاون واللي دار كثر خيركم وربي يعوضكم خير من الشيء اللي قدمته لنا وبارك الله فيكم ولكن مازالت الناروتوشات على القضيه هذه مبهمه كاينه ضبابيه فهمونا قلنا 92 2011 كما تفهمنا في بنمسوس خليها تمشي اللي فات في الخبره فرسيولو اللي التاديبي اللي خارج بتحقيق سلبي بتحقيق امني مشكوك فيه اذا كان هذا السيد اللي مشكوك فيه كيما جاتو التهم وتابت فيه الجرم يروح للمصالحة اللي ما تابت فيه الجرم وتهموه هكذا كيعطيو له حقه اللي عنده ملف وفيه الصفات تاع محاربة الإرهاب 92 2011 يدي حقه ما يقولوا لا فلان نهاية العقد لا فلان تأديب لا والو حنا اللي قصيناه وقصيناه واللي تفاهمنا فيه وتفاهمنا فيه درك حنا رانا نشوفوا اللي فات في الخبرة في 2021 عام الاول عنده عامين راه وعطاوها راه دا 86 لي دا 86 مليون حسبوا له من تاريخ الخبره وحنا تفاهمنا في بني مسوس انه بدينا قلنا 88 2019 قال لك روحوا في حال طوارئ 92 2011 33 سنه قلنا نجيبوا 19 سنه فوق النص قبلنا قلنا الاطر رجعي من تاريخ الشطب قال لك بزاف اخويا نحسبهم 2019 دخلت انا في 2020 الحبس رجع في فيفري 2021 هذا هو الاطر رجعي من بعد زاد تحول ولا من تاريخ الخبره يعني واحد درك اللي فات في جوي هذا 2022 فات في جوي 2022 لهذا نوفمبر كون يسلكوه يعطيوه غير 6 شهور ما يعطيوه لا من 2019 ما يعطيوه من 2021 ويحسبوا له من تاريخ الخبره واللي مازال ما فاتش الخبره درك ومن بعد من 2024 هذا كيحسبوا له القدام باش يسلك تسمى هذه 2021 و 23 هادو العامين ثلاثه راحوا تسمها وما يسلكش فيهم درك هذه درك كيفاه نسميوها حنايا هذا ولا تحايل درك خليها ديروا لنا لي جمع الفيديو هذا يا خليوها 2019 يا تخليوها كيما قلتو نتوما زدتو عاودتو بدلتوها زدتو نحيتو عامين درتوها 2020 يعني كيما نفوتش انا وهذاك 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 ما يفوتوش في الخبره يعني درهمنا مخبيين نهار نفوتو ونهزو الرابال من 2021 يعني درهمنا مخبيين ايبا حنا مازالنا ما فتناش في الخبره وراحو تسمى هادو السنوات راحوا تسمى ولينا درك ما على بالهمش والله ما نساو كي تعطي لي ويسكت علاه انا ما نفوتش في الخبره ونصبر اسيدي يعني صابر
كي فوت في 2024 اعطيني من 2021 الرابيل تاع العاطب تاعي والمعاش كيما تفاهمنا، ما نروحوش لتاريخ الشطب، نروحو لشي اللي تفاهمنا فيه بني مسوس. درك اللي ما فاتش الخبره تسمى راه تكلح، راه وراه كلحوه، راه الدولو هنا هنا تبدا الناس تبدا تهضر وتبدا واحد فات في الخبره وسلك من بعد يقول له من حق انت الزوجه تاعك تخلص يعطي له النيكري هكذا يشوفو، يعطي له كتيبه يشوفها علاه ماشي يسلك. كاين الناس يتسلك في بعض الفئات، من ما سمي حتى فئه عنده زوج شهريات وزوج ليسونس على حنا هكذا. اما انت سلكت تدي منحه محاه، تدي منحه العطب وتدي المعاش والبطاقه تاع التامين، اها انت خدام ولا الزوجه تاعك خدامه ما تديش لاكارت داسيورونس. يا كاينين بعض الفئات من هي ميدي وزوج دو باي، اللهم لا حاسد فيهم اللي ددا، بصح علاه تابليكا علينا حنا هذه؟ يروح لك الاطرج اللي تفاهمنا فيه ويزيد يروح لك لا كارت داسيورونس تاع المراه والولاد، وما تروحش السبيطار تداوي وما تروحش دير تمدلو منا شي حاجه وتقصر منو هذاك يتقصى هذاك ولا تسمى الشيء اللي تفاهمنا فيه في بني مسوس ماشي هذا هو. ولا كان حنا هضرنا مع ناس في بني مسوس، كاين اللي راح للتقاعد وكاين اللي مازال خدام، وجاو ناس خلاف هما اللي فصلوا في هذه التسويه بداو يكتبوا برك بدل هذا ودي مش هكذا. بس ما كون حنا تلاقينا مال الناس اللي راح تفصل في القانون هذا كون هضرنا معهم هما فصفص خير نورمو يتاخذوا القرار هادو اللي هضرنا معهم اللي وصلنا لهم اللي انشغال تاعنا التعسفي. كيف 8 ايام ديزيرسيو عندك 14 سنه خدمه ولا 10 سنين ولا عام 8 ايام حبس تروح، وكيفاه واحد قاعد في الكازيرنا خدام تجيه الرادياسيون هو ما طلبها ما عطاها له دارها له قايد الوحده ولا هو الجوج تما قايد الوحده ولا كان مقاتل ولا شاف بطايو هو الجوج هو القاضي تما ولا هو مليح وش والعسكر هذاك مش مليح. مجلس تاديبي هذا فرد غير صالح، هذا فيه كذا، هذا طويل، هذا ما راسهم بلاش، هذا حط الكاسكيطه يفوتو هو قاعد تلقى الرادياسي وجاتو من قياده القوات البريه ولا من الطياره يقول له انا خاطئ مانيش مسني فيها ولا سني فيها. بالفعل ماشي هو اللي سني فيها، مي هو اللي كتب له تقرير وخرجه. نسميها الغيره هذه لا جالوتي غير منه، ما كاينش هذه السبه خلاص. ما ندخلش هنا في هذا الموضوع شطبه وصرا، وخرجنا بدون حقوق بدون امتيازات بدون كهرباء، خرجنا منا من المجتمع وخدونا مرحله صعيبه. طالبوا من القيادات والدوله توفر لنا اللقاء هذا وتفهمنا فيه واش كاين. الله اكبر الله. حنا الكلام تاعنا واضح، احنا باش نبقاو هكذا او ضغط رهيب يا قيادات يا مسؤولين الا كان مدين مدونا الحقوق هادو تاعنا احنا وساكتين، الا كان ما كانش مادين وباقي التماطل هذا كاين اللي فات الخبره ومات وكاين اللي مازال ما فاتش الخبره ومات وكاين اللي موعد وفرح وما داش وما قاعد وكاين اللي بالكونسير ما طايش وتاديب يقولوا حتى تجي لونكيط عليك باش نفوتوك ما كانش الانسانيه باش تروح السبيطار. وكاين وكاين وكاين، حنا قلنا جايين لدار ابراهيم كتنسيقيه كسميوها كيما تسميوها انتم في لي ميساج الفيدراليه والتنسيقيه ايسونسيال مبينين الناس هادو شكون كفيدراليه ولا كتنسيقيه اللي مشطوبين الجيش الوطني الشعبي بجميع الحالات. فهمونا في التسويه هادي اسكو ماشي كيما تفاهمنا ولا قصرتوا منها ولا زدتوا منها ولا ليسونسيال، فهمونا كيف فهمونا التسويه، ما جايين بالفوضى ما جايين بالعياط ما جايين، وانا الفيديو هذا يوصل وتسمعوه ماشي كي نوصلوا حنا لتما جي لي جندارم واللي تستقبل مين والثلاثه كاينه الديره تما قاعدين الولائيين ومعروفين على السلطات الولائيه المستوى الوطني معروفين قاعدين يخرج يهضر معنا برا وحنا نبوزي في لي كاسي ولا يشوفوا لنا صاله ندخلوا نهضروا بطريقه نظاميه. احنا نهضروا كعسكريين نهضروا نوصلوا للانشغال تاعنا وتفهمونا فيه، ما نجيوش هكذا اليوم اليوم نوفمبر غدوه غير غدوه اتصلوا
ديروا لنا لقاء ولا اتصلوا بينا، نشوف انا ثاني الجهويين الاربعه ولا ونجيو، وما يجي لا منسقوا الا وقفه لا تفهموها تحريض، ما تفهموها تشويش، ما تفهموها كذا كذا، تلاقاو ديروا لنا الاستقبال هذا، فهمونا فهمونا في القضيه كيفاه، اللي فات كيفاه، واللي ما فاتش كيفاه، واللي سلكوا ما داش كيفاه، واللي دا غير اللي دا البريافي ودا غير لانفاليد فهمونا فيه كيفاه، واللي سلبي كيفاه، والاخر والاخر. حنا عندنا القائمه اللي سميتها تاعنا، ونفهموا بالديطاي ونفهموا بالحاجه ونبلغوا والسلام، بما تفهموها علينا لا بفوضى لا بول. السلطات الامنيه يتحضر ويتسمع الفيديو تاعي هذا، واللي راني نهضر فيه انا ومش حاجه كبيره ومش حاجه مضخمه، الشيء اللي راني نهضر فيه ما هو تشويش، ما هو تحريض، ما هو سب وشد، سب فيه انظاميه، ما نخربوا، ما نفتحوا البيبان تاع فئات على المجتمع، لا ما والو. نجيو كاين نكادر حنا في وسطو، نمشيو ليه نوصلوا لدار ابراهيم، كاين التيره نريحوا فيه، يستقبلونا ندخلوا نهضروا وحنا مروحين، وتحضروا وتسمعوا واش رانا نقولوا واش يقولوا لنا بطريقه نظاميه. انا ما زيد نقول لا غوش لا نقول دروات، انا حاب لقاء، لقاء مع السلطات، لقاء مع السلطات، بيسك المسؤوليه هذه ما يسهل. الناس دارت فينا الثقه وحنا هضرنا، وانتم هذا المؤسس الوطني ما تمنوش به، ما تمنوش بالهيكل، ما تمنوش بهذاك، روحوا كلكم في الواقع الشيء اللي كاين على المستوى الوطني. انتم منوا بالمؤسس الوطني ولا بالتنسيقيه مزعومه ولا هضروا على المنظمه ولا هضروا، حنا ضروا فينا حنا وما في حتى واحد. وقلنا حنا ما نتابعين حتى الجهه وما عندنا حتى انتماء الجهه والمنظمه، وما ناش تابعين لها، هي عندها قانون اساسي تخدم على المنسوب، حنا ماناش منسوبين، نردو منسوبين الرحمن الرحمن، ما تمثلنا لا فلان لا زيد لا بوزيد، حنا نمثلوا رواحنا ونهضروا على حقنا، نهار نتسواو ونتريقلوا ونديو حقنا، اللي يحب يروح للمنظمه يروح، اللي يحكم داره يروح، اللي يسوق ولا يسيس ولا اللي يدبرات، مي كيكتل هذاك وهو كرامتنا كيما رانا، ما نهضروا لا بالكراد بالرتب، ما نهضروا بالكفاءات، ما نقولوا واش درنا واش ما درناش، واش حنا نهضروا الشيء اللي محتاجينه كرامتنا وحقنا نديوه، هذا واش رانا نهضروا، ما نزيدوا حتى على واحد وما نهضروا. الرسالة تاعي واضحة، سواء المناضلين لوطاس المدنية والعسكرية والأمنية، رسالة تاعي واضحة، وأنا باغي نقول لكم ما خايف ونخاف ولا نتهز ولا نروح للحبس ولا تلفقوا لي تهم، هذه ما جديداش أنا عليا، أنا راني هضرت الشيء اللي كاين، كاين بيناتنا الريسبي، كاين بيناتنا القدر، كمسؤولين نحترموا بعض، نتوما مسؤولين وحنا عسكريون سابقون نحترموا بعضنا، داكور عليا، أما باش يقصر واحد مننا ولا يخوننا ولا الحبس ولا ماهوش حل، ومش هذاك هو الحل، مش هذاك هو الحل، ومش هذاك هو الحل، الحل في الطابله، كي نهضروا تقنعني ونقنعك نروح، اما باش تكلفوا ناس خلاف بالسلطات الامنيه الاعتقالات وهزوا الجواج وحب وحولوا منسقين الولائيين منضويين تحت التنسيقيه، منسقين الولائيين راك مسؤول في ولايتك، تعرف المناضلين تعرف البلديين، قال راني طالع ارواح وحدك، ارواح وحدك، وسمع بودنك، وعندك سؤال اطرحه، وكتهضر هضر باسم الجماعه، تهضرش على روحك، مني وروحها، مني وروح، حضروا سمعوا، بلغوا المناضلين تاعك، بلغوا المناضلين تاعك في ولايتك، والولائيين ان شاء الله يوصلهم الفيديو هذا كامل، اللي نهضروا معاه في التليفون نهضروا، ولا الجهويين ما يبلغوك. خمسه اليوم سته يوم سته الصباح وسبعه وثمانيه قدام دار ابراهيم، تجيو باش تهضر على الفئه تاعك، وروح ديها وشامخ، شامخ ماشي يتحمل المسؤوليه هذا والضغط كامل وحده، اروح احنا مع بعض مشكل نقسموه، نتشاوروا على الحلول ونلقاو الحل بربي ان شاء الله. ليسونسيال
كي تروح لولايتك للصحراء ولا للشرق ولا للغرب ولا للوسط، بلغ الشيء اللي شفته، بلغوا الشيء اللي شفته. الحقيقه تقولها، الحقيقه تقولها المناضلين. انا ما نديرش الفيديو كي نخرج، واحد ما يدير الفيديو. انت اللي تروح لولايتك وتلم البلديين والمناضلين تاعك في بلاصه وتهضر معاهم واش كاين وتكتب بالديتاي الحقيقه كامله، قولها. ما تفوخ بيا، ما تضرب معايا، ما تضرب مع روحك، ما تضرب